ما غاديش نقول لكم كيفاش تحفظوا فلسفه، ما غاديش نقول لكم كيفاش تجيبوا 20 في المات، حيت هادي 6 سنين باش دوزت الباك، ولكن غادي نموتيفيكم وغادي نعطيكم اللاصق في هاد الفيديو. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. سميتي اكرام، طالبه طب سنه سادسه وصانعه محتوى. تقدروا تكونوا كتعرفوني من الفيديو اللي كندير في تيك توك اولا في انستغرام. واليوم جيت نهضر لكم على الباك. شحال هادي ما عمري ما كنت باغا نشارك النقطه ديالي ديال الباك، هي مجرد نقطه وما كتمثلش المستوى الحقيقي ديال الشخص. الباك ماشي معيار باش نقولوا بلي هاد الانسان ذكي ولا هاد الانسان ما فيه الدوش، وانما مجرد نقطه ديال واحد الامتحان اللي كيدخلوا فيه بزاف العوامل، منها الظهر ديال انك راجعتي شي حاجه لافي وتحطات ليطا ديالك، كيفاش كنت نهار الامتحان، وزيد وزيد. قبل ما نبدا الفيديو، الا كنتي كتقلب على شي فيديو ديال كيفاش تجيب مزيان في الباك في 10 ايام بدون استاذ، هاد الفيديو ماشي ليك وغير زربي. عرفت بلي هاد الفيديو غادي تكون طويله شويه، ولكن قلتوا لي نهضر على الباك، دونك غادي نهضروا عليه. كاينين جوج انواع الناس، الناس اللي باغيين غير ينجحوا وطالبين التعادل، وكاينين الناس اللي باغيين يجيبوا اعلى نقطه ممكنه. انا نقول لك جوج كلمات، الا كنتي كتفرج في هذا الفيديو انا متاكده بلي غادي تجيب مزيان. الباك هو واحد الامتحان اللي مالوغوزمون عطينو اكثر من القيمه ديالو. انا عاقله ملي كنت في الابتدائي، كانت ماما فين ما شي واحد في العائله ولا شي وحده في صحاباتها ولدها غادي يدوز الباك، كتبقى تعيط ليه لا في ديال الامتحان، نهار الاول، نهار الثاني، ونهار الثالث، ونهار ديال النتائج. نهار الوطني كانت ديما الدنيا كتكون مخلطه في الزنقه في الشارع، وانا باش كنت كنبغي نمشي للمدرسه كنت خاصني ندوز من حده ثلاثه ديال ليسي، وبيان سور راكم عارفين كيف كتكون الدنيا بالطونوبيلات بالاباء، دونك كانوا كيركبوا فيها ستريس، الوغ كو انا باقي ليا الباك واحد 8 سنين، باش كان في عمري 10 سنين ولا 9 سنين كان كيجيني الباك واحد ليفينمون اللي صعيب بزاف اللي خاصني نعاني باش الا نقدر نجيب 10. عاد زيدك بيان سور السيمانه كامله اللي كيكون فيها الباك كتكون التلفازه كيهضروا غير على هذا الموضوع، كيركبوا فيك واحد ستريس بحال الا انت اللي غادي تمشي دوز، عاد بلا ما نهضروا على النتائج باش كيوريوك اول نقطه في المغرب، واحد ما عندوش الضو جايب 19، وين تبارك الله عليه، ولكن كيدور عندك باك يشوفك واحد الشوفه ديال مرة ما ولدي ولا بنتي غادي تجيب هاد النقطة، وكتحس بديك ديسيبسيون سورتو باش كتكون في العمق ديالك عارف بلي عمرك ما غتكون بحال داك الولد ولا ديك البنت اللي جابت أول نقطة في المغرب. من بعد باش بديت كنكبر بداو كيبانو هادوك لي ميديا سوغ انترنيت اللي كيديرو زانترفيو مع الطلبة قدام الباب ديال ليسي نهار ديال الوطني، تما فين عرفت بلي الباك صعيب. لوداش أنا ما عنديش خوتي كبر مني اللي يقولوا لي الباك كي داير، لا ريفيرونس ديالي كانت هي هادوك لي ميديا اللي كيوريو الناس خارجين من الوطني كيبكيو، امهات كيسخفوا كيغوتوا ناري داكشي ما قريناش ناري هادشي ما درناش. دونك انا كتلميذه في الكوليج كان كيبان لي داكشي تعجيزي، كنت كنقول واخا ندير اللي درت واخا نقرا في احسن المدارس غيحطوا لنا شي حاجه ما قاريناهاش، بيسكو كانوا كيقولوا الناس ما كانوش كيخلونا ننقلوا، كان بالنسبه ليا الا بغيتي تنجح خاصك تنقل، انت ما كتنقلش دونك غادي تسقط. ولكن انا هي اختكم الكبيره دابا وغادي نقول لكم بلي داكشي ماشي بصح، ما كنعممش ماشي كاع لي ميديا بحال بحال، ولكن حضرت ليها مالوغوزمون باش انا كنت كندوز الباك عندي صحابي جابوا 17 18 19 في الوطني، داروا معاهم انترفيو نهار ديال الوطني كيقولوا داكشي ما قارينوش الباك حلاوتو عامين، كنقول لكم النقطه اللي جابوا لدرجه انه عامين مورا ما دوزنا الباك الولد عاوتاني اللي قدي قدو. واحد النهار كان دايز نحن المدرسه كانوا كيدوزو فيها الباك، شافهم كيديروا لي زانترفيو مشى قال غادي نحرش، قال لهم داكشي صعيب ما خلاوناش نقلو، الوغ كو السيد راه كيقرا في السوبيريور. كاينين شي ناس بصح يقدروا يكونوا دوزو خايب جاهم داكشي صعيب، ولكن هادشي ما كيعنيش بلي الباك صعيب وما كيعنيش بلي الاسئله كانت تعجيزيه. حقاش واش الباك صعيب؟ لا، باش كيحطوا داكشي عمرك ما قريتيه الباك ما كيخرجوش على الاطار المرجعي. الاطار المرجعي اللي كيكونوا كاتبين فيه شنو هما الدروس اللي كيتحطوا، دونك انت كانسان بعقلك واخا تكون في القسم ما قريتيش داكشي غادي تقراه بوحدك في الدار، دونك غير باش تعرفوا بلي داكشي ماشي بالضروره صحيح، وبلي اي معلومه جاتكم وتلقيتوها خاصكم تحاولوا تفلتريوها وتقولوا واش هادشي بصح ولا ماشي بصح. حقاش كاينين بزاف د الناس جابوا نقط عاليه كوسا سوا كانوا كيقراو في بريفي ولا بوبليك، دونك الا كانوا هادو قدروا يجيبوا مزيان علاش انت ما تقدرش تجيب مزيان؟ ما عمرك خاصك تضاف في الهضره ديال الناس. المهم ايماجين انا باش كنت شو ماشي نبان لكم دابا كندير ميديسين ولا 18 في الباك صافي دير كو انا واعره ولا كنت كنقرا مزيان حياتي كامله، كنت تلميذه متوسطه سورتو في الكوليج، اي لدرجه ان واحد الاستاذ كان قال ماما كانت شداها الحرقه عليا كتقول لي بغيت بنتي تقرا باش مشات تهضر مع واحد الاستاذ ديال الفيزيك، وا نتوما باغي نقول لكم ولادكم يقراو، ولكن شي وحده ما عطاهمش الله يلا ما
ماشي هذا حطمني هذا الاستاذ زعما فريمون سورتو باش سمعت هذه الهضره فيعاود ميموتيفيك وميشجعك كيقول لك بحال هكا زعما غتبقاي ديما لتحت ما عمرك ما غادي تحلمي ديري شي حاجه بعيده في حياتك ما خصهمش ديوها في هضره الناس ماشي حقا شي واحد قال لك غادي تفشل كراك غادي تفشل انت باش تقول لي غادي نفشل ولا غادي ننجح الغيب ما كيعلم به غير الله وانت الا ثقتي في راسك راه التوح ما غيحيد لك ديك الثقه وغتقدر دير اي حاجه بغيتها انا تقص فراسي حقا والديا ثقوا فيا ما داوهاش في الهضره ديال الاستاذ الفيزيك كي ماشي كلشي يقدروا يثقوا فيه والديا هادشي علاش خاصك انت تثق في راسك سي تو فو بغيتي شي حاجه تو بو تقدر عليها سدات مدام الى انا اكرام قدرات تجمع راسها قدرات تجيب نقطه زوينه في الباك وتجيب كونكور دو ميديسين وتجيب مزيان في ميديسين سي حتى انت تقدر ديرها واول حاجه خاصك تبدا بها هي تحيد العجز مزولنتي ماشي مكلف لكن معجاز وهذا هو اول تحدي ديالك الفرق ما بين واحد ناجح في حياته وواحد فاشل في حياته سيكو هذاك اللي ناجح في حياته ماشي معجاز في الوقت اللي كيكون فيه الفاشل كيلعب داك الناجح كيكون كيخدم في الوقت اللي كتكون فيه انت كدوز تيك توك تفرج في محتوى تافه ولا محتوى بناء بحال الفيديوهات ديالي راه هذاك الانسان الناجح كيخدم على ولادو مثال اللي انت كتبقى تسبي الفشل ديالك في استاذ شد معك الضد في صاحبتك ولا صاحبك خارج عليك في حياتك وليديك ما عطينكش الظروف الملائمه باش تقرا هذاك الشخص اللي ناجح ما داهاش في هذا الشيء كامل وراه كيخدم انا نهار عرفت باللي لا بيرسون اللي خاصني نبليمي ولا اللي خاصني نلوم هي انا تما فين بديت كنقرا وتما فين عرفت باللي راه ما كاين حتى واحد غادي يعقل عليا من غير راسي الا قلتي وانا راه بسبب صاحبتي علاش ما كنقراش خرج عليا ديما كنمشي دي نخرجوا نمشيو القهوه ولا كتقول ديك الاستاذ شاد معايا الضد عليها ما كتجيبش مزيان كرهاتني في المات غادي تبقى فيا ويبقى فيك ونقول لك مسكين ولكن ام بعد شنو غادي دير في حياتك شنو فاشل في حياتك انك تشكيتي وسبيتي الفشل ديالك في شي شخص اخر غير يكون داك الشخص ولا ديك لا سيتوياسيون ساهمات في انه انت ما تكونش مزيان ولكن اللي مسؤول على النجاح ديالك هو انت اللي غتشوف صحابك اللي كبرتي معاهم وصلوا داروا شي حاجه في حياتهم وانت ما درتي والو بقيتي مقابل القهوه بقيتي مقابل الدوران ديك الساعات الاستاذ غيكون ما عرفش شنو دار في حياته ديك صحتك ما عرفتش شنو دار في حياتها غتبقى نتا غتلوم راسك دوك علاش خاص توصل هادشي كامل وما تبداش دابا وتحارب العجز كاين واحد لا تكنيك تعلمتها تحارب العجز تعلمتها في واحد تيك توك اللي كنصحكم انكم تفرجوا فيه باش تكونوا ساليتوا القرايه ماشي ديروا به سبه وتمشيو تفرجوا على ود حتى انا كوين ديال المماطله كنبغي نتفرج في فيديوهات باش ما يدنيش الضمير فعاد نمشي نقرا كنمشي نتفرج في فيديوهات عندها علاقه مع القرايه باش كنت في الباك كنمشي كنكتب في يوتيوب الباك وكان كيخرجوا لي جوج فيديوهات ديال سيمون صدراتي وانوار فرحات حفظتهم باقا حافظاهم لدابا عارفه شنو فيهم دابا ولاو بزاف الفيديوهات ديال الباك دوك ما يمكنش تبقى دوز 5 د السوايع وانت كتفرج فيهم فهمتوا ما علينا قلت لكم واحد التيك توك كانت قالت واحد السيده واحد القاعده the 5 seconds rule يعني القاعده ديال 5 ثواني شنو كتعني كتعني باللي الا جاتك شي فكره اولا الموتيفاسيون سوبيت عندك 5 ثواني باش تنوض دير حيت الا ما درتيهاش في 5 ثواني دماغك الثاني غادي يجي وما غاديش يبغي يخرج من المنطقه ديال الراحه ديالو وغي انوليها نطبقوا هذه القاعده على الباك جيتي من المدرسه غسلتي يدك كليتي ارتحيتي شويه دماغك لي برودكتيف قال لك اجي نبدا نقرا ونخدموا الفيزيك عندك 5 ثواني باش تنوض الا ما نتيش غاديك دماغك الاخر وغادي يقول لك وصافي وراني عيان وجد واحد السيري اي بيان سور انت غادي تخسر تفرج السيري حيت كلنا غادي نخسروا الراحه لكن الشخص الناجح غادي يخسر انه يمشي يقرا غادي يفوتك دونك الخبر الزوين هو انك تقدر تدارك الموقف والا بديتي دابا هاد 5 سكند رول كتطبقها وكتخدم غير ساعتين في النهار صافي ما كنقولكش فيق مع النبوري وبقى تقرا 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 حتى تنعس ولا دير نوي بلونش لا فيق مع الوقت اللي خاصك تفيق فيه سير المدرسه قرا ارتاح خرج مع صحابك ضحك تفرج كرولي في تيك توك دير دي فيديو ولكن ساعتين في النهار ضروري خاصك تخصصها للقرايه ديالك المهم دابا حنا حيدنا العكس نتي تخدم شنو دير اول حاجه كما قلت اهم حاجه هي الديسيبلين ساعتين كل نهار ماشي بعد سوايع غديرهم في نهارهم بعد ما تسويش قرا السيمانه كامله اي بيان سور الماكله مهمه بزاف النعاس بالقياس لا غتنعس 8 سوايع ديال كل 7 سوايع على حسب شنو محتاج وغادي تنوض المهم خاصك تنعس في الليل على وداش في الليل الدماغ ديالك شنو اللي كيدير كيستوكي المعلومات اللي خديتي في النهار كيتبتهم في مخك الا ما نعستيش دوك المعلومات غادي يطيروا وما غاديش تعقل ثاني حاجه ما تنزلش على الوطنيات بلا ما تفهم كلنا عارفين بلي الباك عنده نفس الشيما وتقريبا كيتعاودوا فيه شي اسئله الا مشيتي انت نزلتي على الوطنيات وحفظتي التمارين بلا ما تفهمهم نهار غادي يخرجوا لك على داك الشيء غير يبدلوا فيه غير شويه غادي تلف حقاش ما عارفش الاساس
وهادشي اللي وقع في سنة 2015 باش كنتسرب الباك. سبويلر اليرت، ما كانش صعيب داك الباك، ولكن كان مختلف بزاف. في ودني عطيوك داله، واو شحال هادي ما قلت هاد الكلمه. في ودني عطيوك داله وانت تخرج من هادشي، ما داكشي عطاوك الشي ما انت غتخرج منه الداله. خاصك تكون جاني باش تعرف تخرجو، كيفاش تكون فيها الدرس؟ دونك اول ايطاب خاصك دير تخصص واحد الساعه ولا ساعتين تفهم فيها الدرس مزيان، تحفظ القواعد، وعاد من بعد تبدا تخدم التمارين. ثالث حاجه، طلب المساعده الى تلفتي. الا كان عندك الامكانيات دير مراجعه عند شي استاذ زوين، سير تقرا، ماشي تمشي ديري صحابات ولا تمشي دير صحاب ولا شي حاجه اخرى. مراجعه ديال القرايه، ما كانوش عندك لي موين ولا كنتي كتفضل انك تخدم في الدار وما ديرش مراجعه، كاين بزاف ديال لي شين في يوتيوب. فعلا داك الوقت فين كتقول ما عنديش الفلوس باش نمشي للمراجعه ولا ما عنديش الوقت، الاستاذ ديالي ما شرحش لي هاد الدرس مزيان ما فهمتوش، عندي استاذ معكاز ما دارش لي هاد الدرس، كلشي ولا كاين في انترنت. رابع حاجه، البريبا كتبدا دابا ماشي حتى الشهر الاخر. واذا كنتي كتفرج في هاد الفيديو حتى الشهر الاخر غير زير والله لا ما تخافش. الشهر الاخر مهم بزاف، خاصك تعتكف، ولكن البريبا كتبدا من دابا ولا من الاول د العام. كاينين اللي بداو في الصيف باش كنتي انت كتبحر، ولكن ما ستريسيوش باقي عندك الوقت. بدا بشويه بشويه، عمر التغارات ديالك، قرا الدروس، فهمهم، بدا كدير دي فيش ديال الفلسفه اولا على حساب الشعبه ديالك. الا كانت هذاك شي ماده ادبيه دير ليها لي فيش، الا كنتي كترتاح في لي فيش ماشي كتضيع فيهم الوقت. على وداش مثلا انا لي فيش ما كيخدموش معايا، كنضيع فيهم الوقت، كنبقى كتب بالالوان هذاك الشيء، ولكن هنا ما كيدخل والو. اي بيان سور كل ما بديتي بكري كل ما خدمتي اكبر عدد ديال التمارين من غير الوطنيات. وشهر الاخر الوطنيات الوطنيات الوطنيات. وخامس حاجه واهم حاجه، ما تقارن راسك بحتى واحد، كل واحد والظروف ديالو، كل واحد والنيفو ديالو، كل واحد والاهداف ديالو في الحياه. المشكله دابا الا قارنتي راسك مع شي واحد احسن منك غادي تحبط ويبقى فيك الحال وغتكون عمري ما وصلتي، وإلا قارنتي راسك مع شي واحد كفس منك غادي تقول واو انا فيتو بزاف وغادي تعكس. دونك ما تقارن راسك بحتى شي واحد. It gets overwhelming سورتو دابا مع لي ريزو سوسيو، اللي كنلاحظ بلي كاينين بزاف ديال الدراري كيبارطاجيو دي فلوغ ديالهم كيبريباريو الباك، كاينين ليميت ناس كيفيقوا مع النبوري كيمشيو يصليو وكيجيو كيقراو كيمشيو لاصال كيجيو كيمشيو مراجعه كيمشيو تبارك الله ما شاء الله زعما ما واش نديرو العين. مي صراحه انا ما نقدرش ندير هذاك لو ريتم. الا كنتي تقدر ديرو مزيان تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك، الا ما كنتيش كتقدر ديرو سي با غاف ماشي هادشي اللي مطلوب منك. السنه ديال الباك هي واحد السنه كي تري ستريسونت لدرجه انه لا سكيزوفريني اولا فصام شخصيه هو واحد المرض اللي الا بغيتو نديرو عليه فيديو اللي تصرف لي بزاف هذاك المرض، اي سميتو لا مالادي دو باك. كاينين شي ناس كي عندهم كيكون عندهم واحد لو جين ديال لا سكيزوفريني، اي هاد لو جين كي ديكومبونسا سي تادير كيبان كيكونش باين كتكون عادي حياتك كامله حتى واحد النهار هذاك الجين كيبان، يا اما بسبب الحشيش بالنسبه لشي ناس اولا بسبب ستريس. اي في الباك كيكون ستريس باش خلعكم زعما هي مرض غاغ بزاف نادر، ولكن اللي نقول لكم هو ما ستريسيوش راسكم بشويه عليكم مولو مولو، الباك جاي جاي ويو كان دو ات، كنثق فيكم وكنعاودها وكنكررها الى انا قديت نجيب الباك بنقطه زوينه نتوما تقدروا تجيبوها بنقطه احسن. تفرسوش على راسكم، ما ديوش في العائله باغينكم الطايره ولا تجيبوا، كل واحد على قد المستوى ديالو، كل واحد على قد الامكانيات ديالو. باش انت ولا انت غير يطلق الفرخ ما يعقلوش عليك عائلتك دي فلان جابت حسن منك نو. شوف ولا شوفي يو كان دو ذيس، ما شغلكش في النقطه اللي غتجيبي، خدمي ولا خدم دير اللي عليك. ايه ان شاء الله الا كانت نيتك زوينه كان قلبك بيض ما غاديش يخيبك الله، وهادي بالتجربه الناس اللي يكونوا خبيثين في قلبهم ما كيمشوش بعيد. دونك هادشي اللي كاين، نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، نتمنى نكون موتيفيتكم. عرفت بلي ما هضرتش على لي ريفيرونس شنو كنتو ديما، المهم دوك الكتوبه دوك لي سيري هذا صراحه ما كرهتش نعاونكم، ولكن راكم عارفين قلت لكم راه صافي 6 سنين باش ديت الباك، اي بزاف الحوايج تبدلوا في 6 سنين. دونك ما نقدرش نقول لكم شنو تقدروا ديروا، جو سوي سور كاينين بزاف ديال لي فيديو في يوتيوب ديال الناس عاد تخرجوا عاد دوزوا الباك يقدروا يعاونوكم. مي انا شاركت معكم هادشي من القلب ديال القلب ديال القلب ديالي، واخا ما كاينش قلب ديال القلب ديال القلب. شوفوا انا ما تقولوش طبيبه غير واعيه، يعني خرج ليا من القلب. انا الهدف ديالي في هاد لا كرياسيون دو كونتينو كامله هي انه نكون اختكم الكبيره في اي حاجه بغيتوها، زعما ماشي بالضروره قرايه اولا طب. دونك من هذا المنبر الا كان عندكم شي موضوع بغيتو نهضر عليه شي حاجه عميقه غير عميقه المراه الموظفه
قولوها لي نظروا عليها بحال هكذا من القلب للقلب. لكم هادشي اللي كاين، نتمنى تكون الفيديو عجبتكم، نبداو تقراو، والى المره القادمه.